رحل بدون عام جمعي كمطرب خلى واحد الاغاني مغربيه ووطنيه وعاطفيه خالده. لماذا؟ لان هذه الاغاني هذه سبقات الاوان ديالها. وجا في الميعاد، جا في الميعاد، قال لي قجمي بحال ديما جا في الميعاد، جا غزالي فرحة جديدة وريحني من قسوة البعاد. جا من عين جميل من حيث الصوت، من حيث المشوار ديالو الفني فهو أكبر بكثير من أن يشهد فيه أي واحد. قال لي الله يرحمه السي عبد الرحيم السقاط، هذه شهاده سميتو يعني كنقولها ومسؤول عليها. قال لي ثلاثه اصوات: عبد المعين الجامعي، حميد الشكري، وعبد الهادي بالخيار. هادو يعني ما كيعذبونيش في الالحان. هو الميزه اللي كانت عنده ان حنجرته والخامه الصوتيه ديالو كتاقلم مع جميع التركيبات اللحنيه ديال الملحنين. كان إنسان كريما لا يبخل، دائما يجيب عما يسأل، دائما يتحدث عن تاريخ الأغنية المغربية وعن علاقاته، وكان إنسان صادقا يعني في حديثه. جاء وفتحنا كتاب الهوى، كتاب الهوى، كتاب الهوى، جاء وفتحنا كتاب الهوى، كتاب الهوى، كتاب الهوى، وزدنا فيه سطور جداد، سطور جداد جداد، زدنا فيه سطور جداد، سطور جداد جداد. كيتميل هايل هايل، وكيتميل هايل هايل، جميل 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 جميل، شعره ألف ليل وليل. سعيد بهذا اللقاء هذا اللي كان نتكلموا فيه ونرجعوا بذكرياتنا لأحد الأصدقاء الفنانين الكبار اللي عطوا الكثير للأغنية المغربية، الصديق الحميم، الصديق العزيز اللي علاقتي به كترجع لسنة 1979. كان أول لقاء واللي أتمر أغنية ديال كيف أنساك، قصيدة باللغة العربية من تلحين المرحوم حميد بن إبراهيم. وهاد القصيدة هذه كانت عندها حكاية، كون أننا كان أول لقاء بالأستاذ عبد المعين الجامعي الله يرحمه، ولكن حميد بن إبراهيم كان عارفه. قد يقول أنا فتان. وقعت واحد الحكاية واحد الطريفة اللي غريبة، أن قسم الموسيقى في الرباط أعطونا نسجلوا في فاس، ومع العلم أن حميد بن إبراهيم، الأستاذ حميد بن إبراهيم الله يرحمه، كان يعني أحد أعضاء الجوق الوطني البارزين، وشي يعني بحال جاته ما تقبلهاش. وأنا يعني ديك الساعة، أنا ديك بداية 79 أنا باقي شاب صغير، وأنا يعني دخلت يعني قلت للسي حميد بن إبراهيم مزيان نمشيو نبدلوا الجو ونمشيو هذه منايا والاخوان ديال فاس، وتما راه كاين الاستاذ الشجعي الله يرحمه، راه يعني الناس ديال فاس نبدلوا الجو ربما تكون احسن. وفعلا دخل المرحوم
عبد المنعم قال لي والله قال لي راه انت عفريت بهالكلمه هذه، قال لي عفريت هذه والله لا فكره عندي الدار تما ونمشيو هذه معنا. وفعلا مشينا وجاب الله التيسير، وكانت من اجمل السفريات اللي مرت في حياتي. يعني دوزنا واحد الايام جميله وشجنا مع الجوق الفاس والحمد لله. ورجع الاستاذ حميد ابراهيم يعني رجع بواحد الغبطه بواحد السرور يعني اللي ما كيتصورش. ومشاتيام مدلا قدر يسنى، مدلا قدر يسنى، مدلا قدر يسنى، مدلا قدر يسنى. زورنا خلينا نشوفك، خلي الدنيا تولي جنة، خلي الدنيا تولي جنة. من بعد سيدي كانت جات القطعة الثانية مع الأستاذ عبد الله عصامي الله يطولنا في عمره، قطعة وطنية عيد الشباب رائدنا حبيب الأمة. وهذه كانت محاورة غنائية بين المرحوم عبد المنعم الجامعي والمطربة الله يطولنا في عمره سعاد محمد المغربية، وكانت من أجمل القطع في ذاك الوقت يعني اللي كانوا نوهوا بها واحد المحاورة جميلة الحمد لله. وهذه القطعة دي خلات صدى طيب. ومرت السنين ومرت السنين. 2007 ثالث قطعة هي اللي درت آخر ما درت معاه مغربي أنا من ألحان الموسيقار ديالنا الشكيب العصيمي. يعني من أجمل القطعة، لون جديد مغربي أنا، حر أبي، أرضي أرض الخير، والحب الكبير. يعني هذه المقدمة ديالها، هذو ثلاثة القطع اللي درت معها. ولكن كانت علاقة يعني سافرنا مجموعين، مشينا لتونس أنا ويا مجموعين، يعني كانت علاقة حميمية كتجمعنا كلنا حنا الفنانين. وكان هو رجل اللي ما كيعرفوش، اللي ما سافرش معاه واللي ما عاشروش ما يعرفوش عن قرب. هو راه كان انسان كيبغي البسط، كيبغي النكات، كيبغي شي ساعات كتلقى عبد المعين الجامعي كتقول واش هو هذا عبد المعين الجامعي اللي كنعرف قبل. يعني كيتبدل بواحد الطريقه غريبه، انسان طيب وحنين. وقد يقرا عبد المعين الجامعي راه عنده واحد القلب كبير، راه دموعه سابقينه، راه أشياء كيتأثر بأبسط الأشياء وكيحب الجميع، والإنسان اللي مسالم يعني مسالم في حياته، ما كيبغي لا مشاكل ما كيبغي لا والو. أنا حبيتك، أنا حبيتك حب الطير الأغصان. أنا حبيتك حب الطير الأغصان. أنا حبيتك، أنا حبيتك. ورحمه الله يعني خلى واحد الفراغ كبير. وما نساوش بأن راه كاين شهادات أنا سمعتها عليه من ملحنين كبار. مثلا الشهادة اللي كنت سمعتها من المرحوم عبد الرحيم السقاط، كنت تعاملت معه في واحد القطعة، وأثناء يعني السمر سولته وقلت ليه شكون هي الأصوات اللي كتعجبك اللي تعاملتي معه وعجباتك. قال لي الله يرحمه السي عبد الرحيم السقاط، هذه شهادة سميتو يعني كنقولها ومسؤول عليها. قال لي ثلاثة الأصوات: عبد المعين الجامعي، حميد شكري، وعبد الهادي بالخياط. هادو يعني ما كيعذبونيش في الالحان، يعني ما كنوجدش معاهم مشاكل. يعني هادي. وكاين الشهاده اخرى ديال المرحوم ديالنا اللي كان صديق ديال الجامعه حتى هو، عبد الرفيق الشنقيطي، اللي دار معاه جاف الميعاد ودار معاه واحد مجموعه قطع. يعني حتى هو كنوه به، كيقول لي بان عبد المعين الجامعي كيبلغ داكشي اللي بغى الملحن كيبلغه. يعني هذه من الاشياء الجميله اللي كانت فيه انسان يعني اللي فقدناه بصراحه. يعني مطرب هذا الحجم وهذا المستوى وهذه القامه كلها، ويعني اللي احنا كنا مصيرنا غنرحلوا، ولكن كيبقى في النفس. كاينين ملحنين وفنانين اللي الرحيل ديالهم يعني كيبقى كيخلق واحد الحزن وواحد الاسى وواحد الفراغ. منهم كذلك السيد بياتي والاستاذ البياتي، يعني اللي الفراغ اللي خلاه واحد الفراغ كبير في حياتنا وفنانين كبار. هلا انا عندي مثلا 34 عام ديال الميدان الفني، انا ما عندي غرض، انا غادي نمشي في هذه نسالي كاع من لونا نديرو مثلا اللي تابعيني
وحنا غنسخاو به غادي نلقاو بحال صوت الاستاذ اللي عمر مثلا سيدي لا صراحه نقول لك واحد القضيه الا هبطوا عمل المعلم الجامعي خلى واحد الفراغ يعني خلى فراغ يعني دابا حاليا ملي كندوز من الاماكن اللي كنا كنريحوا فيها وكنشوف يعني الذكريات كنقول من الناس اللي ما غيتعوضوش من المطربين اللي ما غيتعوضوش عبد المعلم الجامعي حنا يا ريت يعني هاد الزمن اللي كنعيشوه يعني حنا في حاجه المطربين في ذاك المستوى وفي ذاك الاداب وفي ذاك الاخلاق ويعني وديك الطيبوبه هادشي اللي اصبحنا كنفقدوه اليوم المناخ الفني اصبحنا يعني هذا كيطاول على هذا وهذا كيطاول على هذا والمسائل غدا وما عرفوش بان الناس اذكرها الرواد هذوك يعني الرواد اللي يحترمون واخا نكون مخالف معك في الراي واخا نكون مشكل ولكن احترمك احترم فنك وشخصك لون بجناح ليلي ونار ليلي ونار ليلي ونار والما نبكي ودموع تفضح سراري تفضح سراري والما نبكي ودموع تفضح سراري تفضح سرار يا فراشة أشياء مهمة نبدأ من الإشارة لها ونحن بصدد الحديث على مسار المطرب الراحل عبد المنعم الجامعي هو أنه كان يعاني مثل الأبناء الجيل ديالهم الفنانين من مسألة البيروقراطية الإدارية اللي كانت في إذاعة المركزية باش نشرحوا شوية أكثر للناس كان الفن في المغرب المركز دياله هو الإذاعة الوطنية وكانت الإذاعة الوطنية فيها واحد القسم ديال الموسيقى وقسم ديال الكلمات وهاد الشخصيات اللي كانوا معروفين تتحكموا في هذه الأقسام هذه كانوا هما أيضا فنانون يا إما ملحنون مطربون تهما فاعلين في الأغنية طيب ولكن كانت عندهم واحد النظرة واحد النموذج واحد الموديل الأغنية كانوا كيفرضوه على بقية الفنانين عبد المنعم الجامعي كأبناء الجيل ديالو كان يعاني من هذه المسألة لأنه هو كان فنان كيشوف بانه واحد كيشوف واحد النظره ديال الاغنيه مغربيه متطوره وكيشوف بانه ها الاغنيه كيفاش خصها تكون ولكن كان دائما يصطدم بهاد الحراس ديال الفن اللي كانوا في الاذاعه الوطنيه وكانوا غالبا ما كي ملي كيبغي النوبه ديالو كفنان عنده خصها تجي النوبه في الجوق الوطني وفي الاذاعه المركزيه ما كيصيفطوه لإذاعة فاس ولا إذاعة الدار البيضاء اللي هما إذاعة جهوية كان فيهم التجهيزات كانت أقل من الإذاعة المركزية كان كيعاني من هذه المسألة هذه كأبناء الجيل ديالو جميل 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 شعره ألف ليل وليل جميل 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 فترة شوية حرجة وأشياء كثيرة يعني حدثت في الكواليس ولا يعرفها عامة الناس كانت واحد الحدة وكان واحد التنافس وكانت التقاطبات ليس بالضرورة سياسية ولكن كانت تفرضها قوة هؤلاء الرواد اللي هم طبيعة الحال قامة غنائية على رأسنا ولكن المنافسة أحيانا لم تكن شريفة وفي غمار هذه المنافسة ظلم عبد المنعم الجامعي ظلم لأنه بزاف ديال الأغاني تحيدوا ليه بالقوة كانوا معدين سلفا بأنه يغنيهم هو وما غنيهمش هو داهم مطربين كبار بطبيعة الحال نجحوا فيهم وبقات عنده هاد الغصة وهاد الإحساس بالظلم وبالحيف ولأنه إنسان رقيق ورهيف المشاعر كان يحس بالحيف وبالظلم لكن طبعا هذا لم يمنعه من أنه يكون مطرب كبير وأنه يفرض الاسم دياله وأنه يكون قامة غنائية كبيرة وركن من أركان الأغنية المغربية شعر ألف ليل وليل كيت ميل هيل هيل كيت ميل
هايل هايل يتميل هايل هايل جميل 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 جميل. هادو هما الأماكن اللي كانت يجلس فيهم أو التي يعمرهم بزاف الفنان الراحل الله يرحمه المرحوم عبد المنعم الجامعي. عبد المنعم الجامعي كيف كتعرفوا كان إنسان يحب الناس ويحب الأصدقاء ويحب العائلة ويحب الجماعة. كان دائما كيجي لهاد الأماكن هذه منهم هذا المكان هذا منهم هاد المقاهي منهم هاد الشارع الشوارع اللي كاينه هنا في الرباط. وكان معروف هنا معروف انه كيسلموا عليه الناس كيعرفوه كفنان وكيجتمع مع الاخوان وكيشربوا قهوه وكيتبادلوا النكات كيتبادلوا القضايا الوطنيه وكيتبادلوا الحديث اطراف الحديث. المرحوم عبد المنعم الجامعي كان صديق حميم ديالي تقريبا لمده 40 سنه دابا من الشباب ديالنا. كانت بيناتنا واحد الصحبه عميقه جدا فيها مشاورات فنيه وكذلك كنا كنعيشوا مع بعض اجواء ثقافيه وفنيه. استاذ عبد المنعم الجامعي كان رجل طيب ومتع بخلق الله كان تيجي جلسنا هنا وتنجذب الطرف الحديث وتنهضروا على كل شيء على الفن وعلى الثقافه وعلى كل شيء. وكان رجل متواضع. مرحوم جمعي الله يرحمه كان تيبقى تيجلس حدانا تنخليو ليه واحد الكريسي خاوي ملي تيجي تيجلس به تنبداو نضحكو نبدلو النكات يعاود لينا هادي وديك والحمد لله الله يرحمه تغمضها برحمه الله. سي عبد المنعم الجامعي كانت له امتيازات خاصه ليس ككل المطربين او المغنيين الاخرين. كان له اسلوب شعبي محض لانه يتعايش مع الطبقه الشعبيه ويعايشها ويعيش معاناتها. لذلك كانت أغنيته مقربة جدا للشعبية وللطبقة الشعبية. تجد الكبير والصغير يحاول أن يردد أغاني السي عبد المنعم الجامعي لأنها قريبة من خواطره وقريبة من أحاسيسه. من أول نظرة دبت في هواك من أول نظرة دبت في هواك ما حس بناري وآهاتي ما حس بناري وآهاتي كان مقدر عليا نلقاه ملك روحي سكن. أيك العناديل صالون أدبي يشكل حلقة مهمة في حياة وفي مسار الراحل عبد المنعم الجامعي مساره الفني. في هذا الصالون الأدبي أيك العناديل كانت تعقد الجلسة الأدبية السهرات الفنية مجالس الأنس. لذلك هذه من الأماكن المفضلة إلى درجة كنا كنعتبروا إحنا زاوية. كنت كنقول عبد المنعم الجامعي نمشيو لأيك العناديل كيقول لي ما تقولش أيك العناديل يقول لي الزاوية نمشيو نتبركوا بالوالي ديالنا السي عبد اللطيف البياتي السرغيني الله يرحمه. كان السي عبد المنعم الجامعي كيلقى راحته هنا. علاش؟ لأن هذا الصالون الأدبي أيك العناديل كان كيجمع نخبة وصفوة من خيرة الفنانين المغاربة في كل يعني الفنون سواء المسرح بالحديث عن الراجل الله يرحمه سواء الرواد الكبار من أمثال الكواكبي عبد الله عصامي عز الدين منتصر الجندي الله يرحمه في المسرح كلهم كانوا يلتقيوا في أيك العناديل. أهمية الصالون الأدبي أيك العناديل كان يتيح لعبد المنعم الجامعي الفرصة للحديث عن طرائفه للحديث عن الغرائب والنوادر مما لا يستطيع حكيه وروايته مثلا في الفضاءات العامة كالمقاهي. يعني أيك العناديل كان يشكل فضاء حميمي كيخلي عبد المنعم الجامعي يبوح بجميع الأسرار ديالو يبوح بالطرائف ديالو في فضاءات كثيرة. هذه هي الأهمية ديال أيك العناديل.
انا تنبغي دائما اللي غادي نهضر عليه نهضر على الجانب الايجابي والجانب السلبي. كانت عنده 99% ايجابيات، راجل كريم، راجل يعني يعتمد وظريف ومخلق. حاجه وحده اللي كانت عنده كان شويه سريع الغضب على شي حاجه بسيطه. هذا تيوقع شي خلاف بينه وبينه تيقول لي الاستاذ البياتي انت سي حميد رانا مسميك المساعي الحميده، انت غتصالح هذوك بجوج باش ملي يجيو لعندي الايك العناديل ما نسمعهمش مخاصمين. كان ندخل انا بخيط ابيض كنصلحهم. كان شويه سريع الغضب. غير شي واحد جلس ليه في بلاصتو، ناض مثلا المرحاض ورجع ولقى واحد جلس ليه في بلاصتو كيدور فيه علاش ماشي بلاصتك هذيك. هذه هي الحاجه. اما 99% طيب وكريم الله يرحمه. من اغاني اواخر ستينات كلمات احمد بن حسول احنا عبد اللطيف السحلوني ياك سي عبد المنعم وغناء سي عبد المنعم الجمال. وعلى كل حال انا كنبغيك. على كل حال على كل حال على كل حال انا كنبغيك انا كنبغيك وغيرك محال وغيرك محال ينسيني فيك. على كل حال على كل حال على كل حال انا كنبغيك انا كنبغيك وغيرك محال وغيرك محال ينسيني فيك. على ذاك الجمال اللي جلبني ليك وصفو الكمال انا كنبغيك. على ذاك الجمال اللي جلبني ليك وصفو الكمال وصفو الكمال وصفو الكمال وصفو الكمال انا كنبغيك انا كنبغيك. انا اشبهه في تواضعه وفي شعبيته واشبهه بالاديب نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يعني كان دائما قريب من الناس، كان يجلس يقضي سحابة يومه في الشارع العام في المقاهي سواء في جورينوي أو مقهى العاصمة في وسط الرباط. وكان كان إنسان كريما لا يبخل، دائما يجيب عما يسأل، دائما يتحدث عن تاريخ الأغنية المغربية وعن علاقاته، وكان إنسان صادقا يعني في حديثه. وكان إنسان محبوب، يعني إنسان محبوب. لم يكن ذلك الفنان أو ذلك النجم المتعالي كذا وكذا، بالعكس كان يعتبر نفسه من أبناء الشعب وهو سليل مدينة سلا. ولكن أحيانا تكون هناك يعني سحابة من الحزن والشجن تطبع كلامه، وعندما يتذكر أشياء ربما كان ضحيتها. جاي في الميعاد، جاي في الميعاد، جواب صحيح. بالفعل شاف الميعاد طبعا الفنان المغربي ديالنا المتميز عبد المنعم الجامعي. اغنيه كثير كل شيء عارفها خصوصا متتبعي الاغنيه المغربيه هنا في المغرب. فشنو رايكم؟ هو حاضر هنا معنا في البلاطو. نستقبل جميعا الفنان عبد المنعم الجامعي. شاف الميعاد شاف الميعاد انا خشبين وجاف المعاد جاوداني فرحة جديدة وريحني من خسوة البعاد. جا في المعاد جاف المعاد أنا جميل بحال ديما وجاف المعاد جاوداني فرحة جديدة وريحني من خسوة البعاد. جا وفتحنا كتاب الهوى كتاب في هذه المنطقة هذه اللي هي ديال الإذاعة الوطنية الإذاعة المركزية اللي كان فيها الاستوديوات ديال التسجيل وكانت فيها التلفزيون والمقر ديال الإدارة ديال التلفزيون. وفي الوراء كان هنا هذا هو قسم الموسيقى اللي كانت فيه المقر ديال الجوق الوطني اللي كان مقر ديال التمرين ديال الفنانين المغاربة الرواد اللي عطاو الروائع ديال الأغنية المغربية. وفي هذا المحل هذا فين كان كيجيو ليه جميع الفنانين ومن ضمنهم الراحل عبد المنعم الجامعي اللي كان
كي يسجل أغانيه في هذه الإذاعة المركزية، لا الأغاني العاطفية ولا الأغاني الوطنية. وكان بعض الأحيان اللي كيكون الزحام على هذا الجوق هذا وهذا الاستوديو كيصيفطوه إما الفاس، كان جوق جهوي، يا إما كيصيفطوه للدار البيضاء كيسجل، يا إما كان في طنجة اللي كان فيها الجوق الجهوي ديال مدينة طنجة بقيادة الراحل عبد القادر الرشيدي. الراحل عبد المنعم الجمعي كمطرب خلى واحد الأغاني مغربية ووطنية وعاطفية خالدة. لماذا؟ لأن هذه الأغاني هذه سبقات الأوان ديالها، أغاني اللي كانت في واحد المستوى عالي جدا. علاش؟ لأنه الوقت اللي جاء عبد المنعم الجمعي كجيل ثالث أو جيل رابع للأغنية المغربية، لقى واحد المجموعة كبيرة ديال الفنانين كبار كاينين في المغرب، فيهم ملحنين كبار، فيهم مطربين ومطربات كبار، وكانوا نجوم. يعني في الوقت اللي كان المعطي بن قاسم الله يرحمه، وكان اسماعيل احمد الله يرحمه، وكان محمد الفويتح، وكانت البدايات ديال عبد الهادي بن الخياط كصوت قوي، وكانت البدايات ديال عبد الهادي الدكالي ومحمد الحياني الله يرحمه، وعز جلال وسميرة سعيد ونعيمة سميح واللائحة طويلة ومحمد علي وواحد العدد ديال المطربين. فهذا الوقت بالضبط هو فين طلع النجم ديال عبد المنعم الجامعي، وكان عنده تصور للأغنية لا يشبه التصور ديال الأغاني التي غنيوها الناس الآخرين. كان عنده واحد تصور ديال أغنية راقية. هذاك الشيء علاش الأغاني ديالو بقات دابا خالدة وكاينة ودارت المكانة ديالها في بصمات في الساحة الفنية الوطنية المغربية. لابد من التذكير أن عبد المنعم الجمعي بدأ يغني وهو صغير في الوقت اللي كانوا فيه الكبار، بمعنى أنه تجربته اختمرت من خلال المعهد، الخمس سنوات التي قضى في المعهد باحتكاكه بالكبار في طليعتهم الراحل حميد بن إبراهيم، الراشدي، إسماعيل أحمد، الكبار. يعني هو نهل وشرب من هذه العين المغربية الأصيلة في الوقت اللي كان المغرب في بعض اللحظات، أو يعني المغرب الفني كان عبارة تقريبا صدى لما كان عليه الشرق. فكانت هناك مدارس فنية مغربية، نأخذ مثلا محمد علي كان متعطرا بعبد الوهاب، محمد عبد الوهاب الغرباوي متعطرا بفريد، وقس على ذلك كل الأصوات وكل التجارب الفنية، لكل كان له مرجع في الغناء يقابله في الشرق. وغادي نستمع بعد قليل لرائعة رسالة من تحت الماء بصوت الأستاذ عبد المنعم الجمعي. إن كنت حبيبي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت طبيبي ساعدني كي. تجربتك مع الفنان عبد الحليم حافظ ومعاشرتك ليه سواء هنا في الديار في أرض الوطن أو في الديار المصرية؟ لأنه كانت جلسات خاصة هنا في المغرب، ومع ما سمعني كنا في فاس عند شي ناس وقدموا لي الناس ليه، وقالوا أخ عبد المنعم راه هو كي معجب بك وكيغني الأغاني ديالك. فعلا غنيت له رسالة كله إحساسه يعني بديك الساعة سمعني وسمعني في محلات أخرين فيما كان كيجي كيسول عليا، ومشيت عنده عندي تصاور معاه وكنمشي عندو للوطيل ملي كيجي، وواحد الصداقة كانت بيني وبينه كثيرة. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحب. والبداية ديالو ملي كان في السنوات الأولى ديالو في التعليم الأساسي وهذا، كان مولوع بالأغاني الهندية، كان كيتفرج بزاف في الأفلام الهندية،
مع هذيك سينما الملكي في سلا قريبة له في الحومة ديالو كدير بزاف أفلام هندية وكان كيغني بواحد البراعة كيغني داك الشيء ديال الهنود. من بعد مجرد ما سمع القطاع ديال عبد الحليم القطاع الأولى ديالو كاع ديال الألحان محمد عبد الوهاب وكمال الطويل والموجي وزاد تعمق مزيان في الألحان ديال بليغ حمدي. هذاك يعني المدرسة ديالو هو عبد الحليم حافظ، ولكن ملي تصوبوا له ألحان مغربية يعني ولات عنده في الأغاني ديالو بصمة مغربية صوت مغربي. رويدا استطعت الأغنية المغربية أن تستقل بذاتها وأن تختمر وأن تأخذ شكلها النهائي، ولكن هذا الشكل هو ليس الشكل في صيغة المفرد، كانت هناك تلاوين وتنوعات في هذه الأغنية المدرسية هذه المدارس الفنية. فمدرسة إسماعيل أحمد ليس هي مدرسة الغرباوي، ليس هي مدرسة بلادي بخيات الدكالي، بمعنى تبين ثراء هذه الأغنية المغربية وتنوعها، ولذلك فعبد المنعم الجمعي استفاد من هذا التنوع من خلال احتكاكه بالشعراء الكبار بالقامات الموسيقيات الحنان وعزفا، استطاع أن يكون تصورها الخاص عما ينبغي أن تكون عليه الأغنية المغربية سواء على مستوى اللحن أو على مستوى الكلمة. لذلك فتراثه الغنائي كما تفضلتم هو قليل بالنظر إلى يعني المدة التي عاشها بين الفنانين في الوسط الفني، لم يكن مكترا، كان مقلا ربما لظروف أيضا أخرى من خلال سفرياته والتزاماته الفنية في الخليج، لكن عموما كان مقلا إذا ما قورنا مثلا بالتكالي أو عبد بخير. مشاهدي الفن الأصيل، نواصل معكم ومع الفن الأصيل وألوان مختلفة من الفنون الأصيلة. معنا الآن مطرب من المغرب العربي الشقيق هو عبد المنعم الجامعي، يغني وصلة من الغناء المغرب الأصيل. شاكرة لدوزيم على أنها تحت لي فرصة أنني نتكلم على واحد من عمالقة الأغنية المغربية، وإلا قلت من عمالقة الأغنية المغربية فأعي ما أقول جيدا، والمشاهد الكريم والمتتبع لأغنية المغربية الأصيلة والتطور ديالها يكون عارف أن عبد المنعم الجامعي واحد من العمالقة اللي من ذهب وأصوات من ذهب وما سموش العندليب من الفراغ. كان لقائي به في أوائل الألفينات كفنان كبير، كنت كنشوفه في التلفزيون وعندي عليه واحد الخلفية كواحد يلا بادية في الميدان، أن الفنانة هما نجوم فعلا اللي كانت صعب أن توصل لهم ولا تتكلم معهم ولا تجلس معهم. إذ أفاجأ أن الراحل عبد المنعم الجامعي ما عنده حتى علاقة بما بالصورة اللي واخدين حنا على النجوم. ملي كان التكريم ديالو في الإذاعة الوطنية في استوديو واحد، كانت سهرات مباشرة، كان يرحب بك وكأنك داخل بيته، كأنك جيتي عنده ضيف.
وعبد المنعم جمعي هو الصورة الجميلة الأنيقة الراقية للفنان المغربي، وهو بقوة ما كان كيحب الأغنية المغربية تحت له فرص كبيرة، أنه كان في القاهرة كان مع المشارقة ولكن ما غراتوش الأغنية المشرقية. إلا كان هو فنان وغادي يغريه اللحن وغادي يغريه الإيقاعات المشرقية وغير، فهو أنا بقى عقله كنذكر أنا بقى صغيرة، أنا مش بغيت نصغر راسي، ولكن بالمقارنة مع سي عبد المنعم جمعي كان مهرجان الأغنية العربية كان داز في المحمدي في مراكش، مهرجان الأغنية المغربية في مراكش، مهرجان ثاني للأغنية المغربية في مراكش، وأدى أغنية غريبة شكلا ومضمونا على الأغنية المغربية المعهودة، خدا كلمات باللغة العربية الفصحى، خدا القصير وأداه بشكل مغربي، إيقاع مغربي، ألحان مغربية، وكان تما الاختلاف كما هو دائما مختلف السي عبد المنعم الجامعي، لا من حيث الأغاني ديالو ولا من حيث الكلمة، اختياروا الكلمات، اختياروا الألحان، اختياروا الإيقاع، احترامه الأذن اللي غادي تلقى هذاك العمل الفني، كان بيني وبينك كان شي حاجة كبيرة في الميدان الفني. وفي برحيله ضاع بزاف الأغنية المغربية الأصيلة، أغنية المغربية اللي معروفة كيف ما تنقولوا بطبيعتها الخاصة جدا اللي صعيب أي واحد يأديها. من صورت لي الدنيا قصيدتي شام، وزرعت جراحك في صدري وأخذت الصبر، كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي. الأستاذ المرحوم عبد المنعم الجمعي كيفما كيعرف الجمهور الكريم أنه كان كيأدي أغاني عبد الحليم حافظ، وكان كيأديها بطريقة خاصة لي. الوالدة ديالي كانت مولوعة بعبد الحليم حافظ، وأنا كذلك، يعني الوالده اللي سمعت عبد المنعم الجمعي يعني انا وليت كنسمع ليه ولا كيعجبني. سبحان الله صدفه تلاقيت معاه في واحد البرنامج سميتو نغمه واتاي، كنا حنا الشباب يلا غنمروا اول مره عبر يعني في التلفزيون، كان حاضر معنا كان دعمنا، كان كيدعمنا يعني نفسيا، ويعني بين لينا بزاف ديال الحوايج في الفن، وغنينا معاه اغنيات اللي كيعرفها المغرب كله. جا في الميعاد اني خشميل حليمة، وجا في الميعاد جودة لي فرحة جديدة وريحني من صوت البعاد. جا في الميعاد اني قجمي بحال ديما، جا في الميعاد جاوز لي فرحه جديده وريحني من قسوه البعاد. جا في الميعاد وفتحنا كتاب الهوى فتحنا كتاب الهوى وصدنا فيه سطور جداد، سطور جداد. طبعا الاستاذ عبد المنعم الجمعي كانت عنده كاريزما، وكيف ما راه حتى في الاغنيه ديالو جا في الميعاد انيق جميل بحال ديما، يعني دائما حتى هو كيكون كاين يعني دائما تيكون انيق لا في الباس، وباين انه فنان ماشي شخص عادي. تقولوا الحضور المسرحي في القطعه في الغناء باش نشخص لواحد هذا تيكون ممثل، المغني راه ممثل، هو كان تي عنده حضور مسرحي وعنده الهندام دائما انيق، دائما تيلبس مزيان، ولكل تيدير لكل مقام مقال، نهار الجمعه جلابه بيضاء هذا، والايام الاخرى الانواع ديال الكوستيمات وديال هذا، كان انيق الله يرحمه سيدي عبد المنعم الجمعي.
المهم جمعي كيف ما كتشوفوا سور سين كتشوفوا في في لوج ديال المسرح كتشوفوا الخارج في الزنقة في الشارع في القهوة محافظ على الأناقة ديالو محافظ على الابتسامة ديالو محافظ على تواضعه الوجه ما عندوش وجوه عبد المنعم جمعي الوجه اللي كتشوفوا كيجلس معك به في القهوة واللي كتشوفوا به في الاستوديو واللي كتشوفوا به في السهرة هو واحد عبد المنعم جمعي فرحة جديدة ريحني من قسوة البعاد شاف في الميعاد شاف الميعاد أنا قشبيل بحالتي شاف الميعاد فرحة جديدة ريحني من قسوة البعاد شاف الميعاد شاف الميعاد أنا قشبيل بحالتي شاف الميعاد فرحة جديدة وريحني من قسوة البعاد جا في الميعاد جا في الميعاد أنا بجميل بحال ديما جا في الميعاد جا وهدالي فرحة جديدة وريحني من قسوة البعاد جا وفتحنا كتاب الهواء من حيث الصوت ومن حيث المشوار ديالو الفني فهو أكبر بكثير من أن يشهد فيه أي واحد لكن نقول أنه هو القنطرة اللي داز منها الأغنية المغربية كيف كانت في الجيل اللي قبل منه هو اللي دوزها للجيل اللي جا موراه ودوزها لنا حنايا فإلى عطوه كلمة عندليب المغرب راه عندليب المغرب وثيق بيا ان عبد المنعم جمعي من الاصوات المغربيه اللي كانوا كيخافوا منها المشارقه نهار اللي سمعوا عبد الحليم قالوا لي عبد الحليم بقى واقف اللي يكفي الاطلاله ديالو والاناقه والكاريزما اللي كيطلع بها اللي كيطلع بها الخشبه قلبي من الأشواق ذاب ليلي ظلم صبحي أسن عيشي على دنيا سراب رحمك رحمك من هذا العذاب قلبي من عبد المنعم جمعي الله يرحمه كان متشبع بالمدرسة الحليمية مدرسة ما يسمى بالمدرسة التعبيرية ديال الغناء العربي اللي كان كيقودها من محمد عبد الوهاب نجاة الصغيرة عبد الحليم حافظ يعني واحد الكوكبة اللي بدأت في الشرق وتأثروا بها واحد العدد ديال الفنانين في العالم العربي هو كان من ضمن الناس اللي تأثروا بالمسار ديال عبد الحليم حافظ وبالمدرسة ديال عبد الحليم حافظ ولكن كان كيحاول يصوب الأغاني ديالو مترجمة إلى إيقاعات مغربية وإلى أنغام مغربية وتعابير مغربية بلهجة مغربية ولكن بصوت وبخامة صوتية اللي كان ديال اللي كانت يغني فيها العندليب عبد الحليم حافظ لأنه ما قدرش يتخلص من هاد المسألة هذه ولكن رغم ذلك عبد المنعم جمعي الله يرحمه في الأغاني ديالو كسب واحد الشخصية ديالو هي قريبة لعبد الحليم ولكن فيها واحد الروح وفيها واحد الإحساس اللي كان كيعبر على الـ 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 الأحاسيس دياله هو وما يخالجه من 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 مشاعر وكان كيترجم الأغنية المغربية العصرية بشكل راقي جدا
هذاك الشيء علاش كنقولوا بانه عبد المنعم الجامعي من المطربين المغاربه اللي ما خداوش الحق ديالهم في الاعلام. سواح وماشي في البلاد سواح كل خطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد بعيد وأنا فيها غريب الليل يطول والنهار حبيبي براح مشوار بعيد. سي عبد المنعم الجامعي ملي أدى القصيد ربما أداه بطريقة أجمل وأروع من الأغاني مع احترامي للمشرق مجموعة من الأغاني ديال القصيد المشرقية سجلها بإمكانيات بسيطة جدا سجلها لا ماديا ولا معنويا سجلها في وقت اللي كيفما تنقولوا حنا دابا باللغة الحالية كنقولوا سجلها في وقت اللي كانوا في أغاني دي عندهم وقع كبير وباللغة ديالنا الحالية اللي كنسمعوها حاليا كانوا أغاني ديال البوز لان كان واحد المجال ديال المقارنه كبير بزاف كان القصيد اللي عنده وزن كبير ومع ذلك يقدر يوصل بها واخا ما تحتلوش فرصه بحال المشارقه انها تسوق كما تسوقت الاغنيه المشرقيه عينيك وعدو قلبي قالوا لي قرر طلب الفرحة وحال شي طوير غنى ما لقاش تشجيع لأن عبد المنعم الجامعي كما قال الأستاذ سعيد إمام كنرجعوا كنضروا لأن قال واحد قال المرجع غنبقاو نرجعوا له نديروا عليه الإحالة في ما طحنا في شي موقف طاح فيه عبد المنعم الجامعي واحد كيتحقر من استوديو ديال الاذاعه كيصيفطوه لفاس كيفاش بغيتي تسوق لي الاغنيه ديالو كيفاش بغيتي العمل الجيد يوصل بدون محسوبيه بدون لا هذا صاحبي ندوز له اغنيته هو الاول بدون ما يحفر على بلاصه تدوز فيها الاغنيه ديالو انا ذاك فرحم الله عبد المنعم الجامعي والله يجعل لي مغفرة الذنوب كاع هاد المعاناة الأغنية المغربية كاينة في الوجود خصهم يولفوها يسمعوها كاينة في الوجود هي كاينة الأغنية المغربية كاينة ولا زالت كاينة وغتبقى كاينة فين كاينة فلهذا عندنا راه كاينة بصح كاينة تكون بهي لا بلاتي الله يرضي عليك أنا الأغنية المغربية كاينة فلهذا الناس اللي مهتمين بوزارة الثقافة اللي غادي يقبطوا القطاع ديالي وديالكم وديال الأستاذ المغاربة ديالنا ديال المغاربة جميعا كيفها ما كان نوعوها أيه فولكلور ديالنا لأنه هذا دور الدور ديال وزارة الثقافة على كل حال على كل حال على كل حال أن مثلا لنفترض جدلا أن عبد المنعم الجامعي بلونه وبتصوراته يعني الغنائية ظاهرة في الستينيات لما كان الأمر لأنه كانت يعني كانت منافسة قوية جدا أعتقد أن أواسط السبعينيات حتى مستهل التسعينيات كانت فترة انتقالية من كان يملك الموهبة ويملك الشجاعة
ويملك القدرة التواصل وفرض شخصيته كان سينجح في الأغنية المغربية، لأنه في هذيك الوقت أيضا إلى لاحظتوا في الثمانينيات مثلا ما بقيناش كنسمعوا بزاف إسماعيل أحمد، كانت ربما الدروة بالنسبة لعبدادي بالخياط وعبد الوهاب الدكالي اللي النجم ديالهم بدا تيخفت نسبيا وبطريقة تدريجية ابتداء من أواسط التسعينيات حتى يومنا هذا، بمعنى أن التاريخ لا يرحم، لأن التطور هذا سنة الكون وسنة المجتمع، والسامع يحتاج دائما إلى الجديد دائما. حدث مع أم كلثوم، حدث مع فريد الأطرش محمد عبد الوهاب، حدث مع وديع الصافي، حدث يعني هذه التطور سنة الكون يعني. وأعتقد أن الذكاء الذي كان يتمتع به عبد المنعم الجامعي له دور كبير في هذا النجاح هذا. باخو قلت نعيش أنا عايش فريق بلخص بعدك بعدك سلوى، باخو قلت نعيش أنا عايش فريق بلخص بعدك بعدك سلوى. عبد المنعم الجامعي رمز من رموز الأغنية المغربية. المرحوم عبد المنعم الجامعي فنان لا يعوض. حديقة الغناء المغربية والأغنية المغربية تشتاق إلى عندليبها عبد المنعم الجامعي. عبد المنعم الجامعي الأغنية المغربية الراقية. وبين المروة ذوب الإحرام، وبين المروة ذوب الإحرام. صلوا على النبي خير الأنام، صلوا على النبي خير الأنام. وبين المروة ذوب الإحرام، وبين المروة ذوب الإحرام. صلوا على النبي خير الأنام، صلوا على رسول الرحمة الشافيع الإمام، عليه أزكى الصلاة والسلام. رسول الرحمة الشافيع الإمام، عليه أزكى.